كما ترى هناك بعض آثار الدمار التي حلت هنا في هذه المنطقة بعد ليلة من المواجهات. اليوم أيضا من المتوقع جدا أن يتحول التشييع إلى عنف، لذلك الشرطة الفرنسية هي متأهبة وستحاول يعني السيطرة على الوضع. هناك تعزيزات أمنية شديدة بالنسبة للعناصر التي تم نشرها في الأمس، 45 ألف شرطي في محيط فرنسا كاملا. مرة أخرى نشاهد الجيش الفرنسي وهم متمركزون هنا بالقرب من بعض المحلات التجارية الفاخرة في جادة الشانزليزيه، حتى تأتي دوريات بعد قليل وهي على شكل موكب للدرك الفرنسي، وهم يقتربون من جادة الشانزليزيه ويتمركزون في مناطق مختلفة.